السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي كل مشاهد قناة زيتون ومرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. حنا في حد ولاد عبدون بخريبكة، واللي ما عرفوش كاين في المملكة المغربية الخيرة والجالية المغربية والناس مالي المدن الكبرى بالمملكة المغربية. وكل مشاهد قناة زيتون مرجان في المكان داخل الوطن وخارج الوطن، عيالات رجال بنات ولاد، اهلا وسهلا بكم جميعا. اوه يا الرك الفريق، اي 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 او تسهل، ما شاء الله. خليه حريفي حريفي. كما تشوفوا بوروك وشيركم اي مشاهد كبير او صغير، اهلا بكم. اليوم 3 في شهر رباط، اول نهار في سيدنا رمضان، يدخلوا علينا بغفير الدرب والصحة والسلامة وطول العمر يا ربي كل الاحباب تونا. كما تنشوفوا الخيرات، بدينا عند عبد الغني راجل ضرافات وفيه النية، وراجل زين. تبارك الله على السي عبد الغني. ياك يا ما صايب المليح؟ لا انا كيعدي داكشي عادي، ما كنتحلق ما والو. تبارك الله على البكري. يا ها البكري تبارك الله، ديما نضحك انا ما عندي ما نقول. الله يصلح لك الوليدات، طلبوا الله عز وجل. خويا الله يحفظك. خويا عبد الغني بشحال بعتي هذا؟ خلاص بعناه ب 800 والمليح مخلط الرطاعي. هي خويا واللي بغى وحده اخويا عبد الغني. 1000 ريال ياك؟ 1000 ريال بوحده بوحده. كرشي 600 عدي المليح اخويا. الراس وحده ما تتعطيش فيه العظم. 1000 ريال نقيو، كنقيو. تتنقي من العظم؟ اه نقي من العظم، غرام ديال العظم لا منقي، داكشي كنصوصيوه. وهاد التقنيه بشحال؟ قال لي 600 مخلطه. مخلطه ب 600؟ اه. وعلاش خليت؟ غالي اخويا السلعه بزاف. وحده شحال؟ وحده 40 درهم. كرتي الراجل 50 درهم. 40 درهم هذاك عارفه ما شاريش. اها عارفه ما شاريش. هذاك باغي يزور وخايف لو قلت مركوب. اها تبارك الله عليك يا عبد الغني. هذه كلمه اخرى ثاني. اه باغي يزور وخايف لو قلت مركوب. تبارك الله عليك. يقول فيا انا الطابله وبالي. عرفت غادي هارب. اه بغيتيني عمر معايا السوق. بعدي مركوب. بعدي مركوب يا عبد الغني. الله يحفظك. وهدر كبده والقلب. تبدا 2400. بقى في بلاصتها. في بلاصتها. والشي. الشي 60 درهم. نقي ولا غير؟ المراكه هذه اللي غلاف الحرام. والحب الراس، حم الراسية والحم الراس اللي غلاو شويه. ها خويا المليح راه عندنا راك عارف. عرفت. وقول لي الشي كيفاش والاخر اللي الشي نقي؟ الشي نقي الكبده والسي 1600. هادشي اللي بغيت نسولك عليه. داكشي اللي نقول لك هو اللي كاين. الله يسهل عليك يا عبد الغني. الله يسهل لك. الله يحفظك. مولاي سعيد نهار زين. الله يسعد الصباح. الله يبارك فيك. من عند سيدي سعيد الزيتون. تسهل سي سعيد تسهل. الله يحفظك. ياك تناشط؟ والله الحمد لله وشكرا. عندكم شي غلا ولا شويه؟ عندنا الرخا والله ما كاين الغلا. والله ما كاين الغلا. تبارك الله. هادو كلهم احبابنا عندهم شي حاجه نقيه، تنوريوها جميع المشاهدين قناه زيتون مرجان في المكان، وتنوريهم الحباب تاعنا اللي ما عندي ما نقول فيهم شي حاجه رفيعه وممتازه. كما تشوفوا سعيد راجل نقي وراجل زين، تخدم حتى في المدينه تخريبكا تخدم فيها، وديما الهبايل عنده عنده الكبده والقلب خيرات تبارك الله ديما. شت التقنيه باقي ما حطيتيهاش سعيد؟ الله يجيش ابو السيشن. اي الله جيتي. الله يسر لك. ها هي كاينه الكرسي. عرفت كاين الخير موجود. مولاي يونس عنده الحانوت في مدينه خريبكا، وراجل صاحبنا وما عندي ما نقول بحاجه مليحه. وكنا عند سعيد باش سعيد مازال ما حطش التقنيه، باش جينا عند يونس هو الثاني باش غادي نبداو معاه في الاثمنه. وراجل مخير وشي حاجه زينه كي تشوفوا المخاخ الكبده خيرات تبارك الله. الطواحن الخيرات جايب شهيوات رمضان يونس، جايب شهيوات رمضان كما تشوفوا الخيرات. مال كبير يعير، مال كبير يعير. ايه ما عندي ما نقول. مرحبا يجيو يجيو.
يجيو 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 الحباب تاعنا الغاليين علينا يجيو. الله يبارك فيك، الله يحفظك السير كبير. يونس خويا هاد الكبده بشحال بعتوا عليها؟ باقا في بلاصتها. كبده والقلب. والشي القي والشي. والشي تاع. الخايبه. الله يسلمك. وهاد الخيخات شحال دايرين اخويا يونس؟ 800 ريال واحد. واخا تبان زوين ماشي مشكل. تبان ما كاين باس. ها؟ لا باس فيه. حتى الاخوة. وهاد القرية. قالي 600 ريال. خالد. وحدة. وحدة 1000. أو هادي ما بقاتش أخوة. ها؟ كيفاش؟ راه عندو الحانوت في مدينة خريبكة، أي مشاهد جا مدينة خريبكة راه كان يونس عندو هاد التقالية وهاد الخيرات كيما تشوفوا نلقاو شي حاجة زينة هاد الخيرات تتكون عندو تبارك الله. هاد الخيرات كي تتشوفوا تبارك الله ما عديتش ما نقول في يونس. اش مشاريع اش مشاريع؟ شاري محمد الصدقي عندو الحانوت في مدينة خريبكة. راجل مخير وراجل زين. ولي عرفتو استاذ الحليب الحمد لله على كل حال. هادي واش غنديرو خمس دراري راه حنا تنتعاكرو. واسمع لي راه حنا تن. الحمد لله خويا الحمد لله. هذا اللي كان. يونس قلت لي تقالي بالف. خاصك ترقص. انا ما لا والو. والصورة. ما ترقصش في الماء. ناشفة. اي تشوف ما عندي ما نقول والله والله الماء ما كاين ياك الماء ما كاينش. المهم كنت صابت شي كرشي عند اخرين كرة تنكتكت. اهلا الباطرون الله يحفظك. اييه زكريا صاحبنا حبيب علينا وعليك وعلى جميع المسلمين الله يحفظك الله يبارك فيك. تبارك الله يونس ديما غادي تبيع يونس؟ 900 ريال غادي تبيع. انت ماشي الحانوت راه هنا. الجمعه ديال الاولاد عندهم 900 ريال راس الصيف. راه ولا حد ما بقى الجمعة. سير سير تبيع. راه كيهضروا على الجمعة. تبارك الله على زكريا. هذا زكريا وتعود تا هو معاه يونس. كلهم في مدينة خريبكة، كلهم في مدينة خريبكة. 2200 تنحييو كل مشاهد قناة زيتون المرجاني. الكبير عرفتي ما مشدود؟ مشدود تبارك الله عليك سيدي، مالك ما حليتيش درك اخويا؟ لا سيدي باقي تحلو حتى 12 ولا الواحد؟ ان شاء الله 12 ان شاء الله نوز لكم شنو القضيه اللي بغا يكون موجود. تبارك الله، انت انتم ما عندكم شي واد؟ شي حاجه والله لا تو لا تا كاج شي حاجه والله لا كاج انا قلت. وكنت شتي السمان؟ ما شتي السمان؟ كلشي كاين السمان تا كلشي كاين. تبارك الله على سي زكريا ويونس الكبير وصحابنا الله تبارك الله عليكم الله يسهل. سعيد خويا ديفن سعيد لو بغيتو تعرفوه راه عندو الحباين هاد الخيرات تبارك الله تاع الحباين. سعيد ابو الزيتون خويا سعيد خويا نهار زين بعدا اول نهار نتخن الله يحفظك ليا. كما تشوفوا الحباب تاعنا هنايا الخيرات والمليح وحاجه زوينه. خليناك تساليتي مع هذاك السيد القسيم وجبتي التقاليه والخيرات تبارك الله كي تشوفوا معنا. لحم الراس بشحال بعتيه اليوم؟ 800 ريال باش بعتي لحم الراس مخلط. مخلط ابو الزيتون. وبدا بلا عظم؟ بلا عظم بلا عظم فعلا بلا عظم. وحده بشحال تبيعيه؟ ما قالش لي يا يونس هذا. انا باش عرفت. ما عرفنا شنو فيه. كل شيء زين. كي ندق غرس. ان شاء الله خير. واخا واخا خويا واخا راجل واحد ما تورجش لينا عليه. واه هانيه قول لي ابو
كرتي 60 درهم من اللحم. قال لي بشحال بعتيها؟ كرشة 600 درهم. مخلطة. وحدة؟ وحدة 1000 ريال. وهاد الكبدة والقلب وهاد الهبيل شحال هاد الهبيل؟ 2400، الهبيل 1600. والكبدة والقلب ب 2400. 2400. أقول لك سي ساعي. مرحبا. والشي مخلط شحال؟ الشي 1200. شي 1200 كما تشوفوا سعيد راجل نقي وراجل زين هنا في حد ولاد عبدون بخريبكا. نحيي كل مشاهد قناه زيتون مرجان في المكان داخل الوطن او خارج الوطن. احبابنا اهلا وسهلا بكم جميعا. نحييو الحباب تونا كما تشوفوا الخيرات في حد ولاد عبدون بخريبكا.